واشرح به صدورنا وفرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سورة آل عمران صفحة 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا به عليم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن
الأمور. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كثر فإن الله غني عن العالمين. ومن كثر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر
فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط طريق إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم
عقيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل نفسي من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ربي قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فان شاء الله نوصلوها الدرجه هذه ان شاء الله، ان شاء الله نوصلوها الدرجه، على خاطر احنا توا الحمد لله على نعمه الاسلام، الحمد لله على نعمه الايمان، الحمد لله على نعمه القران، الحمد لله يا ربي غاثنا غاث نافع، الحمد لله يا رب. وهذا الغاث النافع والبرد هذايا اللي تراو فيه سبحانك يا الله، البرد هذايا يعني بحكمه هو يعلمها ربي سبحانه وتعالى. راهو الريح لحكمه، الرياح لحكمه، ربي قال وارسلنا الرياح لواتح لقحنا بدات سبحانك الله. البرد هذايا لحكمه، المطر حكمه، الشمس حكمه هو يعلمها. ثم خضر سبحانك يا الله، خضر وغلال ما يطيبوا كان بالبرد. يا مش البرد ما يطيبوش، مش سخانة، سبحانك يا الله، حكمة ربي سبحانه وتعالى. كذلك سبحانك يا الله، ثم نوع من الحوت ما يخرج كان وقت البرد، اللي هو القرنيت وكذا، سبحانك يا الله. الحيتان في الماء تنتظر قطرة من السماء، راهو اللي عايشين في البحر، الحيتان هذوما الكل، ما يشربوش ماء البحر. يتغير البحر ويبرد يبداو يخرجوا ويستناو قطره من السماء باش يشربوها. سبحانك يا الله، هذاك اش ربي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، نباتات، حيوانات، كل ما فوق الارض وتحت الارض، الهواء ما ينضاف كان بالبرد. والبرد هذا يجي، ثم شكون يقدر ينجم يتحمل، ثم شكون اللي يتحملش، ثم شكون اللي مسكين انت حتى على جريه ما عندوش، حتى بشكل ما عندوش. الفقيد يتعب في البرد اكثر من الصيف. الصيف اللي كتب مع عند ربي يعني ينجم يلبس حتى شتاء حتى ليهم، لكن البرد يزمو ياكل مليح ويدفى مليح. فاحنا حديثنا موجه لكم انتم اللي تسمعوا فينا، فنحبوا الطريقه اللي تعملت عم ناوي واللي قلت عم ناوي اللي كل عام تصير، نحب نعاودوا نجدوها السنين اللي هي كل مواطن تونسي. والحمد لله، نقول الحمد لله بالحق، الحمد لله، الحمد لله. والله تلقاه ما يصليش يحاول، وتلقاه يعني لا صلاه لا عباده لا شيء، لكن كيف يجيه فقير يقول له اعطيني اعطي، يقول راني جيعان كل شيء اعطي. الحمد لله الحاجه تمتاز بها تونس الحلم، عندنا حلم. شوف حتى المراه كي تولد تقعد تلاقي بولادها لين يعرس، لين بعد يعرس، تولي بولاد ولاد ولادها وهي تحلم. هذا مش موجود راه ولا في اوروبا ولا كذا، وصل عمره 16 سنه بسلام، برا شوف حياتك، عرست بسلام، ما عادش تلاقي فيك جنبي، لكن احنا لا، تقعد الاحاطه موجوده وديما تقعد الام تدعي بالخير ويجا كذا تفقد وتشوف، وحتى عمره تلقى 50 60 سنه تقول له امه اجي عاش ولدي، عاش ولدي وسع بالك، هذوك وليداتك وسع بالك هذيك كذا، يقعد ديما ينصح يسمع في النصيحه من عند امه لين يموت. سبحانك يا الله، قد شعلنا الحلم في البلاد الحمد لله. وكذلك بلادها تمتاز بحاجه اللي هي بالصلاه على النبي، وباللطف معروفه بلاد تونس بلاد الصلاه على النبي باللطف، حتى تلقاها في عركه يتعارك تقول صليوا على النبي، بلي صليوا على النبي، بلي الزينه صليوا على النبي، في عرس صلي على النبي، فهمت؟ يا رب يلطف بيني، يقول يا خويا رب يلطف بيني، تلقاها ديما شوف حتى تلقاها ديما ذكر ربي في لسانك، يا لطيف يلطف بيني، يا لطيف ارحمها، يا رحمن يا كذا يا قوي يا ابن الله صلي يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تلقى احنا الطريقه اللي تعملت كانت طريقه سهله برشا، يعني كل مواطن تونسي يا سيدي لي وصلنا للفقراء يعاون في الفقراء اللي قلبا بالحق. مشينا مره في بلاصه الفقر يمشي على ساقي، الفقر يمشي على ساقي، حكينا معاهم قلنا لهم تنجموا تبزوا تعاونوا بعض، قال لك كيفاش؟ قلنا اللي عنده زوج صبابط نجم يجيب صباط، اللي عنده زوج سراويل يعطينا سراويل. يا سيدي وانا قلت هكا بكلمه كذا، سبحانك يا الله في عشيتها عادي الدرس الصبح في عيش في عشيتها في العشيه، الفقراء روحوا للدياره خرجت من المدرسه كنا مستنوا فيه شنو؟ قال مش قلت لك كذا؟ قال انا عندي زوج صباط انا نجم نعيشها بصباط، وعندي زوج سراويل عايش فيها نجم نعيش بسراويل، وعندي نجم نعيش سبحان واللي جاب سوريا واللي جاب مريول واللي جاب كذا. قلت سبحان الحين على الزوالي كان الزوالي بالحق توانسه يعني عن الاغنياء يعاونوا اما بقله موجودين اما بقله، لكن اكثريه الناس اللي يتعاونوا بصدق هما من حين على الزوالي كان الزوالي. من حديثنا قياس كل تونسي يسمع فيا توا تونسي او حتى مش تونسي تروح الدار تتفقد مسج ساعات انسان. والله كي عملنا الدرس برشا ناس
قال راه عندي برشا حوايج درافين موجودين ذهبت لقيتهم والله زايدين علي، عنده بقاش مسلم محطوطين هكاك. احنا نقولوا اللي عنده اربع صبابط خمس صبابط يعطينا صبابط، اللي عنده زوز ثلاثه بلوزونات يعطينا بلوزون، اللي عنده زوز ثلاثه من اي قطر يعطينا قطر. ما قلتلكش عاكيني كله قد بلاش، ما قلتلكش عاكيني نقسموا بعضنا كل قتيل وقتل، فما شنو قلتليني؟ انت عندي خمسه كبابا نعطيك بوت شويه عليه، نجم نعطي زوز، نجم نعطي ثلاثه، هكا زوز نبدل بين، الحمد لله وربي عطانا نجم نعطيش. فهمت كيفاش؟ فما شكون تقول لك ربي انا نعطي فلوس والفلوس هذوما نجم نشري بها، فما شكون يمشي يشري بوتيونات. فهمت؟ كل واحد فينا اقل تونسي لازم عنده تقطع زوز. عطينا وحي. طب شكون تقول لك راني نجم نمشي نشري، فما شكون بالحق مشى وشري الفلبري من الفلبري موجودين تلقى بوتيونات باهين على شرط مش مقطعين، على شرط ماهمش مريشين. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. احنا ما وصلناش للدرجه اني قلت لك امشي توا اشري كما تشري الكبوت الروح اشري زوز واحد ليك واحد للمراه الزواليه كما تشري لاولادك اشري الفقير. ان شاء الله وصلنا للدرجه دي. ما نحبوش ذاك الناس اللي تعطي الحاجه اللي تهريت وتعطي الحاجه اللي دي مودي وما عادش عندها غير قيمه، او الصباط اللي فمه تحل او المسمار كذا وكذا. لا هون نقرا لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقت اللي انت تجيب شيء طيب اليوم اللي كتب عند ربي قبل ما تحط في الصحفه نتاعك وفي صحنك وتاكل، كل راه ثم شكون قاعد ياكل بالزبده، ثم شكون قاعد بيت البر. كان انت في دارك عاش في ثلاثة وأربعة وخمسة بيوت والشفاش وزوز بطاطا والطربوش ودنيا وتقول ما لبت، وعايشة في دفان من غادي بدفان، ما لغيرك اللي بيت في الشارع شو تقول؟ ما لغيرك اللي عايش في قزدير شو تقول؟ راه ما تقولوش راه الفقر موجود كان في تيلا وقصرين، موجود حتى في وسط العاصمة الفقر، حتى في وسط العاصمة موجود فقر، ناس تتعدى وتشوفوا بعينيك بيت البر. فحكيتنا قياس اللي عنده ينجم على شرط بالله ديما نعرف اللي راهو فما شكون تلقى مش حاح تلقى حصه اللي مش حاح وحاج بيت ربي مش حاح وحافظ القران تلقى مش حاح. لكن قولوا راهو الصفه هذه راهو ربي ناس ما يحبوهمش. قولوا راك مش تموت وتخلي قدامك كل وراك، وقل له راك من يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بامر المسلمين فليس منا. ما عندناش نفسي نفسي لا يرحم من مات، ما عندناش مثل شعبي خايب برشا هذا، اش معناه اللي تاكل وتشرب ودافيه وترى في انسان بيت في الشارع وما تجيبش تعاون وعلاش؟ مش حرام عليك؟ يلزمك تحل ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. وكان السيده عائشه تاخذها الطيب وتفوح الفلوس، قالوا علاش؟ قالوا راه ربي سبحانه وتعالى اول واحد ياخذها ربي. تحيات الله الزكيه الله بعدها طيبات مش الماكله القاعده والحوايج متهريه. وشفنا ثم ناس سيدي جابوا عم ناول حوايج متهريين، وثم ناس جابوا حوايج مقطعين، وثم ناس جابوا صبابط هكا محلولين. علاش؟ ترضاها تلبس صبابط مقطع؟ ترضاها تلبس حاجه هكاك منقوبه؟ حرام عليك. كان ما عطاتش خير كان ما عطاتش. ويومين لو ربي سبحانه وتعالى ينزل ملكين الاولاد يقول الله اعطي لكل منفق خلق، اللي ينفق اعطيه وزين في اهله في صحته والصدقه تدفع البلاء وتطفئ غضب الله، واعطي لكل ممسك تلفا مثل ماسك وخال والله لما تصرف في السبيطار وفي الدويات وتجيك من حيث لا تدري من حيث لا تدري. اعطي اعطي ربي يعطي ان شاء الله ربي يعطينا ونعطي يا رب يعطينا فنعطي. انت الغني ونحن الفقراء اليك، انت القوي ونحن الضعفاء اليك. ما تنجموش تحسوا بالكلام اللي نقولكم فيه الا ما تمشي على عين المكان وتشوف الفقير اللي في البرد هذايا بشنايك باسبوع زاد. كبوت ما عندهمش، كرتابه ما عندهمش، يهزوا الادوات المدرسيه في ساشي ديالهم. فعندنا راهو برشا فقر في بلادنا وما ننظروا راهو من حتى حد، احنا في بعضنا. كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حنوا على بعضنا باش ربي يحن علينا، سامحوا بعضنا باش ربي يسامحنا، نعاونوا بعضنا باش ربي يعاوننا، الحنان المنان هو الله. وديما ادعي اللهم اعني على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، الرسول لكن يحب المساكين، وحب المساكين وحب من يحب وحب عمل يقربنا اليه. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.